السلام عليكم زوار قناة ديماري في الموقع العالمي اليوتيوب. من جديد عندنا ذو العاود الإخوان، نتمنى زيد المجلس الجامع عن بني سيدار الجبل هذه يجيج المراسلة في أقرب وقت ممكن فيما يتعلق توقف إنجاز ملعب القرب الزثي فارقشت، لأنه الكثير من الشباب عزون أذيران كرة القدم ذي المنطقة، ولكن واتفن من يغيران. الغريب في الامر ان مجد منيغ دائما انه طاول المنطقه وعسي ورنشا، لا ذي تصريحات فيديو ولا ذي مجلس قان ولا ذي الشكايات باش انتقل غا مجلس قان غا الادارات العموميه غا تستحسن الشكايات انسان اللي غش نعاش صورنا موها يعني جالس نقارش ودي خصنا فوربو ماني غاني لا، ولكن باش هذيك شان تصريح نيغشان وناس لا دائما يستوي زيرا كوجوها غامو يقى الانسان من المنطقة يا لان بعض التحركات يعني ثروس محتشمة يعني غيوض نخوت شجاع خواوار المجسقان باش ادسشن من زيت عنان ذي المنطقة. المهم على اي شين ذي قناة ديماري في ذي الموقع العالمي اليوتيوب انتو نتسكو الله وند نسق ولا صندي المسؤولين ديال الجماعة والذي جهة الشرق والذي عملت إقليم النظورة نجيج مراسلة سيس من الجمعية ذي الأسبوع إدغي يثفن، لأنه الشباب من المنطقة قانش نازو أنا أني راه بالون، لأنه يمشي أنا مروسين داني تنغذي راه عنده بالون غاسنا الحقني غاس ميم واتيرام ذي اليمنين نشلو، ولكن أقش ذي اسمه جزقا ليس قبيح لسجل الخطر يعني يقسح حتى مرخص نذيران داني توازم نبو ذا ابن المدي وضع قبيح ثثينا أقوى ممشتورة قبيح مارة قبيح فغنتي لأنه الخدمة واث كمير شا. ولو أن المجلس السابق ينهب ثموة ثانية يوهبيت إي مجلس جهة الشرق باش يسيق فوربو ملعب القرب، وفي الآخر رخذ مثواث كمر ثم واثنه بنتث رخو الشباب الزون ملعب لكرة القدم. ولهذا مجدو مننا يعني الشباب من المنطقة يعزون فوربو باش استمر أذيران ورني هني كرة القدم ذي المنطقة باش أدفارغن المواهب إغاسن هدان. ولهذا نقارس المجلس نجمع على بني سيدر الجبل غادي يسرع ذي الإجراءات من أجل باش أجهزن ني غتكمل الخدمة ذي فوربويا ثانيتا إي بدن خو شعامين زكوان شعامين متلت سنين تيب الدمو نتمنى حتى زي المسؤولين ديال العمل انا النظر حتى الاعضاء المجلس جهات الشرقيه اللي توغي السوار نقانشا ودي قنبد اكل المصالح نسكن انا بني سيدي الجبل نقارص نقو ما قفور بو يفد يجي نحاشت واث كمر ذي بني سيدي الجبل نتمنى اتكمر في اقرب وقت ممكن باش الشباب ولاني هني اذيران كرة القدم كباقي شباب نبني سيدي الجبل ذي الجماعات المجاورة. أقوم ضمن التغطية من جديد أظن نسجل شحال للمساحة إذا يسدي فوربويا ويسد إلى جانب يوز دزاتي مجموعة يعني المدرسة نتفاقشت ما مجلس قان خو قناس مجموعة مدارس أبو القاسم الشابي
سما تخرج الشاعر ذو تونسي، ذا تونسي رحمة الله عليه. أقوم ها أقوم حتى فوربو يثقيني إني سيكوديل ذي هذي مجلس قاندي فاقشت مخرب، يعني يدور يعرض نيابة التعليم تهمل المصالح يمحضان نبني سيدي الجبل. مع الأسف الشديد أقوم شحال المساحة إذا يزدي فوربويا نتمنى زي مارا زي فعالية المجتمع المدني ورض المواطنين اللي توراني غيزان فيديويا، يعني بارطاجان فيديويا باش أذعاون المجلس الجماعة بني سيدي الجبل أتفذ هذيك المراسلة تيريث قوى، يعني أتفذ أخمي نتعاون الشين المجلس الجماعة بني سيدي الجبل باش أتفذ أذياف الحلول المناسبة من أجل باش تستمر الأشغال ذي بناء ملعب القربة يا ونيت. أقوم قيب ذات ذي سيغمي الحارشة شنو النابة تاظ المصيبة، يعني فهمت سواء تحشى أنا أظن ساقع التجربة النغنية ذي بني سيدي الجبل وأني تنشين القنوات الإعلامية لمواقع التواصل الاجتماعي تاذ المهمة نغيت تسمى تنبه المسؤولين دي المنتخبين دي الجماعة ولا دي أي مكان قارصني خساواتي حنتبو الأمور أشنو مش تغلت وقع قبل. الحمد لله أنه المجلس الجماعة من سيدي الجبل اجتهد كالسكينة دي جميع الميادين، ولكن حتى يخص يجتهد أكثر وأكثر ذي مجلس قاندي فيما يتعلق بالشأن الرياضي، لأنه الشأن الرياضي يتيرا نهار جن الدور ضم قران دي العالم يكمر ما مش سنة من نهرام نوذفا التفاصيل رياضيا شحال يعني رياضيا يتقن يتساهم دي التنمية خمين التوين جوائز على الصعيد العالمي، يعني تقن تعرف نص المناطق يزيد في غني هني يزيد تنتمان. ولهذا نقارسي المجلس الجماعة بني سيدي الجبل المحترم بجميع أعضائه نقارس نحاول ثم أمكن أتقمشان الدورة أتقمش النقطة ذي شان الدورة فبراير إديقوان باش تسكم إجن مقرر يمجلس جهة الشرق ذا عامل صاحب الجلالة على إقليم الناظور من أجل التسريع لبناء الملعبين القرب ونتا إديوسين الزثي إدفع قيشت باش تدورن الشباب ذي ران بالون وزمان قوما الإخوان باش تسلم وزمان يقارش وزمان يراه بالون دانيتا من ترذيس قبية ثثينة ممكن ذي سير عنام وما مش تورا متسمى سننا غادي يكس دغية، ولكن قبية وين تغي يكسني يقصح قبية ثاني خصي تجهز يتسمى غادي تجهزن ذا إوا ذو نيتان ذا المعقول. شكرا لكم وإلى اللقاء.